قررت أنا وإخوتي تقديم هدية مميزة لأمي. فدار حوار بيني وبين إخوتي. قلت لهم: لقد اقترب العيد، وعلينا أن نشتري هدية لأمنا. قال أخي: ولكن ماذا سنشتري لها؟ قالت أختي: باقة من الورد، حيث إن الزهور تعتبر أعظم هدية للأم. قال أخي: ما رأيكم بصورة أمي على مصباح ضوء القمر؟ وهي هدية فريدة، فعندما يضيء المصباح تظهر صورة أمي مع عبارة جميلة. قلت لهم: أنا أفكر بشراء قلادة مطبوعة عليها كلمة أمي. قال أخي: فكرة رائعة. قلت لهم: سنتشارك ونشتري الهدايا. وفي الأخير فرحت أمي كثيرا بالهدايا. ونتمنى لك يا أمي أن تدومي نورا ينير منزلك، وأن تبقي زينة لعائلتك. فنحن يكفينا عزا وشرفا أننا أبناؤك.